الأبيات اللي أريد أقرأ لكم إياها. لدي ثلاث قصائد في المساجد. قصيدة أولى: كان مر علي بيت أو بيتين يشكو من خلاء المساجد، فعملت هذا الكلام قبل 5 6 سنين وعملت في قصيدة. ثم جاء كورونا، وكورونا ومسمى هذا المرض، فأغلق المساجد وأصبحت القناديل أو المنارات بدل أن تدعو الناس أصبحت كأنها تنفر بالناس أو كأنها تبكي بدموعها. القصيدة الأولى هذه في أكتوبر سويتها، وكأني كنت أستشرف أن الآتي أصعب، أن الآتي أشد، الآتي إغلاق المساجد. في 2016 ما كانت مغلقة، لكن كان في إهمال في ارتياد المساجد. فقلت: سبيل محمد، أرى حلقات الذكر في كل مسجدي خلاء كأطلال ببرقة فهمدي، أرى حلقات الذكر في كل مسجدي خلاء كأطلال ببرقة فهمدي، أناخ عليها الدهر حتى تقوضت معالمها بعد الجلال الممجد، وطاف عليها طائف الدهر بالأسى فأضحت خلاء والأسى جمر موقدي. خلت من رجال كالنجوم أعزة ومن شهب مجد كالجمان المنضد، رجال كالعلاء السناء من الهدى ومثل درار الأفق في كل مشهد. بيوتهم بين الأسنة والقنا وليس بأطراف الخباء المعمد. بالمناسبة أمس كنا في خباء معمد. فإن صاولوا كانوا الأسود بغابها ثباتا، وإن صلوا فأنوار مسجدي. بيوتهم بين الأسنة والقنا وليس بأطراف الخباء المعمد. فإن صاولوا كانوا الأسود بغابها ثباتا، وإن صلوا فأنوار مسجدي. يضجون بالتهليل والذكر والدعاء ويسمون عن مجد الحياة بأمجد. تراموا على القرآن لا مقصد لهم سواه إذا غر الغرور بمقصد. وكانت بيوت الله تزهو بنورهم أهلة فضل فرقد حول فرقد. تهادوا إليها كالنجوم بركع منيبين لله العظيم وسجد. فلا تر إلا راكعا ذا إنابة، ولا تر إلا ساجدا ذا تهجد. بهاليل في عز الملوك وذلة المماليك من خوف الإله الممجد. ميامين يسمو الذكر من جبهاتهم ويسطع من سيماهم نور أحمد. على منهج القرآن خبت ركابهم فضاءوا بأنوار الكتاب المؤيد. وفي منهج القرآن دارت كؤوسهم فأكرم بهم من شارب أو مغرد. فيا أمتي من ذلك الكوثر انهلي، ويا أمتي منه اصدر الدهر أوردي. وفيه ادرجي ما عشت يا أمة الهدى، فإن الهدى منه بيمن وسؤددي. عليه من الصديق صدق أرومة، ومن مفرق الفاروق لألاء مهتدي. ومن أكؤس النهر الكريم مناهل تدل على عز النجار المسدد. أجل أمتي هذه شمائل أحمد، فعضي عليها بالنواجد تحمدي.
وسيري عليها لا عداك سناؤها، فإنك من ذاك المقام بمحتدي. ألم تبصري أضواء أحمد هاديا إليها؟ أجل هذا سبيل محمد. هذا هو عنوان القصيدة، هذه في 2016 شهر 10.